الهان وأنا له الهام. يقول يا ليتني قدمت لحياتي يوم عدنا يعلم أنا مها أحن ولا يعلم ولا مها أحن يا جوها نفس المطمئن لا ترجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي بأمالي ادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأجعل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلل الإنسان فيك بدا أيحسب جمال اللبدا أيحسب أن لم يره أحدا يا لعله عينين ولسان وشفتين وهديناه للدان يا لاقتحم العقبة وما أدراك العقبة فكل عقبة وإطعام في يوم مصر بديا ثم كان من الذين آمنا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مصعدة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا جلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها ودواها ونفعها من زكاها وقد خاب من دساها وأما من أخر وصنع وكتب بالإسلام سنزلها للإسلام وما يعني الهمم لها إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للا إلا دولا فأنت الزكرة ترضى لا إسلاها إلا للخلق كتب وتولى وسيب لنبوة فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ابن مجر فيك فهدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا نزل لك سرك ووضعناك وزرك الذي أعرف لك ورفعنا لك ذكرك فإنما العزيز فإنما العزيز فإذا فرد وسوى إلى ربك من غاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر بما رب ربك بأصحاب الفيل
بسم الله الرحمن الرحيم لا بقرشنا لا بمرض الشتاء وصاي المدى رب هذا مثلنا عمى من جوع وعمى من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرى أيت الذي يكلم بدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام مسكين فويل للمصلين الذين هم صادقون الذين يراقبون ويمنعون المعان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أقوال مسبب عن ربك واصبر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهم وتابا ما نغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب امرأته حمالة عظم في دينها حبل من مسادة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من ناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناه ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا الذين يقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليه صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا الله
يوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليتم حريص عليكم فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض أدخوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قادر من الرسول بما أزل إليه من ربه والمؤمن كلنا فأنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا لا يكلم الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما كسبت ولا مات وأهلها إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرك ما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على قوم كافرين.